معاكم دلوقتي كاتبنا الكبير الأستاذ مدحت العدل. دكتور مدحت، انجي يا روحي، ازاي يا حضرتك؟ وحشتني يا دكتور قوي. مدرس في مدرسة ثانوي. نعم، مدرس دي استاذ حسيت اني مدرس في مدرسة ثانوي. لا، دكتور مدحت. لا بس حضرتك استاذ وبتأستذ. لا طبعا، ازاي استاذ في الكتابة واستاذ في الافكار بتاعتك واستاذ في اللي انت بتقدمه. طبعا والله العظيم انا مش بجاملك، بس النهاردة للأسف الشديد، يعني ده موضوع جنب الموضوع اللي هنتكلم فيه، بس فعلا النهاردة لما قعدت احضر يا دكتور عشان اشوف النهاردة عايز اعمل حلقة عن اكتوبر او عن الاعمال الوطنية، وإن مصر على مدار السنين دي كلها مرت بأحداث كتيرة وكبيرة، وأحداث حزينة وأحداث فرح ونصر وهزيمة ويعني حاجات كتيرة جدا. بجد النهاردة يؤسفني إن العدد اللي بيكتب عن الحاجات الوطنية أو اللي ليها علاقة بالأرض وبمصر أصبحوا قليلين جدا جدا يا دكتور. بصي، طبعا لو نتكلم على عمل وطني عن اكتوبر تحديدا، ايوه، فلازم نبقى مدركين ان ده العمل ما يقدرش يقوم به فرد، لان العمل عن اكتوبر هو عمل لازم يبقى مكلف جدا، وحتى الاعمال الكبيره اللي اتعملت، الممر والاختيار والحاجات دي، الدولة دخلت فيها، لأن منتج الفرد ما قدرش يعمل. هو المنتج الخاص أو اللي هو زي ما حضرتك بتقول، دايما الأعمال الوطنية لازم الدولة بتساهم فيها، ولازم كل الناس تبقى يعني بتساعد، ده طبيعي. الأعمال الوطنية ذات الطبيعة الخاصة، يعني أمريكا شيكاغو عمل وطني طبعا عن الهجرة الشرعية ومش عارف، لكن لما أجي أعمل فيلم عن حرب أكتوبر يبقى أنا عايز طيارات، عايز حروب، عايز معارك، عايز ناس بتنفذ معارك من بره. ده موضوع يعني انت بتتكلمي في حائط التواريخ، بتتكلمي في العبور، بتتكلمي في خط بارليف، بتتكلمي في حاجه يعني الحرب العالميه خلصت بقى لها 70 سنه وبيعملوا عليها افلام لغايه دلوقتي. انا كنت لسه عايز اسال حضرتك، يعني السينما العالميه لغايه دلوقتي بتفضل تتناول الحرب العالميه الاولى والثانيه، وبيعملوا حاجات من وحي الخيال عندهم وكل طبعا الحاجات دي، وبيعظموها جدا، واحنا مصر بتاريخها الكبير الطويل بكل الازمات اللي مرت بيها، بكل زي ما بيقولوا الابس اند داونز اللي مرت على مصر دي، لغايه النهارده انتاجنا السينمائي والدرامي قليل جدا جدا جدا، حتى في وقت ما كانت الدولة نفسها بتشارك وبتقدم. ليه يا دكتور؟ بص يا حبيبتي، أفلام تحديدا عن حرب أكتوبر هي إرادة دولة قبل ما تبقى إرادة موهوبين. أنا نفسي أعمل فيلم عن حرب أكتوبر، وقدمت أفكار أنا وغيري، مش هتكلم على العدل يعني، أنا حتى كعدل جروب قدمنا أفكار بالشكل ده، ونقدر نجيب ونجيب ناس من بره يمثلوا ونجيب ناس. وعملت حضرتك عملت حارة اليهود وواحة الغروب، يعني أنتوا برضو بتحاولوا، وأمريكا شيكابيكا يعني طول الوقت، وأصحاب ولا بيزنس، ما ده حرب ده يعني. فأنت بتكلميني على فيلم هيتكلف كتير جدا جدا جدا، ولازم الدولة تعي ان انت ممكن تكسب من فيلم مكسب مادي، وتكسب من فيلم مكسب ادبي. انت بدل ما الولاد ما عندهمش يعني عظمة الاختيار والممر والحاجات دي، ان عرفت الناس حقائق ما كانتش تعرفها. اكتوبر، جيل اللي اتولد في اكتوبر داخل على سنه كام دلوقتي؟ 50 سنة. 50 سنة مظبوط. اللي اتولد. ايوه. فما بالك الاجيال اللي 22 سنة، الحاجات دي لازم لما يتعمل فيلم، مش فيلم واحد، عشرات الافلام تتعمل على اكتوبر. والنكسه يا دكتور كمان، يعني كل ما تاريخ وطن. تاريخ وطن. وطن. صح. يعني انا قدمت في العندليب النكسه. صح، حكايه شعب طبعا، حضرتك قدمت حكايه شعب طبعا. تمام، فانت عشان تقولي، انا على فكره واحد من اللي كتبته 5 سنين كتبت عن العبور في احتفالات اكتوبر. ايوه. وعلى فكره بكره ندوه اكتوبر اللي انا هحضرها مع سياده الرئيس والجيش كله، انا اللي عامل الاوبريت. ايوه، شيرين بيغني في بكره ان شاء الله. مين بقى بيغني يا دكتور وانت دايما فاكر الحلم العربي والقدس هترجع لنا؟ ده انت عملت حاجات كتير. العالم العربي، احمد سعد وهاني شاكر ومنتوم الصابر الرباعي وأحمد الشاعري، ناس كتير جدا بيغنوا. طب حضرتك بقى قول لي، عشان ده خبر اكسكلوسيف دلوقتي، هتكلمني عن الاوبريت ده دلوقتي؟ لا مش بصي، خلاص انا كتبته وخلاص، الحاجات اللي لها علاقه بال والمسلحة هم اللي بيقولوا اللي انا بقوله لك، عشان اقول لك بس ان انا كل سنه ببقى مشارك في اكتوبر بشكل او باخر. مظبوط. لكن لابد 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 ان الدوله تعمل افلام عن حرب اكتوبر.
لأن دم الجندي المصري والعربي الذي أسيل في أكتوبر أهم من 100 فيلم. تمام؟ فبالتالي لما نيجي نعمل أفلام، مع عظيم احترامي طبعا للعمر لحظة والحاجات اللي اتعملت هي اتعملت وكل حاجة في الدنيا، بس مش هو ده اللي احنا نفسنا فيه. عايزين أكتر، عايزين أكتر أكبر وأكبر. مظبوط. وحاجة تساوي اللي حصل، لأن اللي حصل ده معجزة. أنت لما تيجي تعمل فيلم لازم تعمل فيلم مش هيبقى قد المعجزة أبدا، عمره ما هيبقى قد المعجزة، لكن الأجيال التي حاربت في أكتوبر في منها لسه عايش، لازم نستغله ولازم نقعد معاهم ولازم ناخد بطولاتهم ولازم يحكوا لنا. لما تقري في كتاب غير لما تقعدي مع بطل طول الوقت كده. أنا أتمنى وأعتقد إن ده بيحصل دلوقتي، يعني حتة إنك تعمل اختيار واحد واثنين وثلاثة والممر وتعمل أعمال وطنية عظيمة والطريق إلى كابول وكل الحاجات دي، يعني الدولة عينها على الأعمال الوطنية شوية. مظبوط. أنا أعتقد إن بنحاول وهيحصل قريب قوي، وأنا بوجه نداء للسيادة الرئيس إن في وجودك لازم تتعامل أفلام على حرب أكتوبر. أشكرك وأضم صوتي لصوت حضرتك بجد، يعني كلنا. لو قلت لحضرتك دلوقتي أكتر فيلم اتقدم أو اتعمل وحضرتك بتحبه أو بتحب تشوفه لما بيجي، هو اتعمل أفلام مش أكتوبر فيلم وطني، يعني أكتر فيلم وطني مش وطني، يعني هو في أفلام حربية وفي أفلام سياسية وفي أفلام وطنية. أنا بحب حاجتين، بحب أغنية على الممر الله جدا، وبحب الناصر صلاح الدين الله يا أستاذي. لأن احنا نقدر بنقول إن احنا نقدر نعمل أفلام عظيمة، وعندنا مخرجين عظام زي يوسف شاهين، ونعمل حاجة محترمة ونقدر نعمل ده. فدي أفلام لما بتفرج عليها بحس إن احنا قادرين، احنا نقدر نعمل كل حاجة. أغنية على الممر فيلم بسيط جدا، بس فيلم واصل للقلب جدا جدا. هم بره أذكياء، بيعرف يعمل شندلر ليست ويعمل ذا بيانيست ويخليك تتأثري وتخليك تعيطي في قضية انت متأكدة تماما ان السينما بتضحك عليك فيها، الهولوكوست والحاجات اللي زي دي. فانت هنا انت تقدري تقدمي ده. اتمنى ان ده يحصل، وان شاء الله كل سنة والشعب المصري والجيش المصري بخير، كل سنة نحتفل باكتوبر وبالعبور، لان العبور كان شيء عظيم لغاية دلوقتي بأثر فينا وفي الاجيال اللي جاية. الله عليك الله عليك، انا بحبك يا دكتور، وان شاء الله الاوبريت يكسر الدنيا وفي كل الاصوات الحلوه من كل الوطن العربي. طيب يا حبيبتي، من كل الوطن العربي، من كل الوطن العربي كله بيحتفل بالذكرى الجميله. ال 49 عدى 49 سنه يا دكتور. بالظبط، انا عشان كده بقول لك اللي اتولد وداخلين على 50 سنه. خلاص ايوه مظبوط مظبوط. بشكر حياتك جدا، كل سنه وحياتك طيب، كل سنه ومصر طيبه، كل سنه وانت بتمتب. في حاجات جديده بقى بعد الاوبرات بقى ما دام معايا مدحت العدل؟ ما انا بعمل مسلسل صعيدي ان شاء الله النيل السنه دي. صعيدي سليمان. يا حبيبتي. ان شاء الله ده اول مسلسل ليا على فكره من 6 سنين، اخر مسلسل كان لاعلى ساعه. واو، يعني مسلسل صعيدي لنيلي كريم. بالظبط، وطبعا بصور دلوقتي على زيرو محمد رمضان. برضو فيلم من زمان انا ما كتبتش افلام، فان شاء الله تبقى السنه فيها نشاط وحاجات جميله يعني. ان شاء الله احنا عندنا دكتور مدحت العدل، فلازم يبقى في اكتر واكتر واكتر كمان بجد يعني. والله والله بشكرك جدا جدا، بشكرك جدا على المداخله دي، وكل سنه وانت طيب ودايما متالق حبيبي. أنا ومصر طيبة والعالم العربي طيب، أنا الأوان بقى العالم العربي كله يبقى إيد واحدة عشان يقدر يواجه الظروف والتحديات اللي حصلة في العالم كله. مظبوط مظبوط، بشكرك جدا، أحلى حاجة ممكن أسمعها من حضرتك. شكرا يا دكتور. شكرا، ميرسي يا دكتور، مع السلامة مع السلامة.